توج تشارلز الثالث اليوم السبت ملكا للمملكة المتحدة في ويستمنستر آبا خلال مراسم دينية مهيبة أمام حوالي 2300 مدعو. ووضع رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي التاج على رأس الملك تشارلز الثالث. وقبل ذلك بوقت قصير، أقسم الملك على خدمة رعاياه وحماية كنيسة كلترا التي هو رئيسها الأعلى فيما سمعت هتافات ليحفظ الله الملك داخل الكنيسة وخارجها.